مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معانا وليلة جديدة من ليالي الكويت. الليلة ليلة مميزة، صار لي كثر الحين أقول كل ليلة ليلة مميزة، لأن فعلا أخواننا في فريق الإعداد مبدعين باختيار الضيوف الكرام اللي قاعد ينورونا بليالي الكويت. صح غادة، وأكيد مسي بالخير على كل مشاهدينا. عنوان حلقتنا اليوم في ليالي الكويت الضحك والكوميديا، راح تكون والثقافة والفن والمسرح وأسس العمل المسرحي الصحيح. نعم، وشلون بعد ما تكون كوميدية دام ضيفها هو أحد أعمدة الفن السعودي ونجم كوميدي من الطراز الأول، وعشان شيء اليوم يعني اخترنا أن تكون هذا العنوان أو هذا العنوان اللي شايفينه معنا الهواء ليلة السدحان. الليلة لأول مرة على شاشة تلفزيون الكويت على الهواء مباشرة، وبليلة ولا أروع من ليالي الكويت الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان راح ينورنا. وياريت تشاركونا بهاشتاغ ليالي الكويت على تويتر وإنستغرام، وراح نوصل إن شاء الله رسائلكم وتويتاتكم لضيفنا العزيز، وأي مشاركة تحبون أن أنتوا تقدمونها من خلال برنامجنا. أكيد إحنا عودنا مشاهدين على التفاعل الجميل اللي يكون من خلال التويتر هاشتاغ ليالي الكويت. احنا متحمسين لحلقة اليوم مميزة جدا، فيا رب ان شاء الله تقضون معنا اجمل الاوقات. راح نرجع لكم بعد الفاصل، حياكم الله. في منتصف الحياة توجد أشياء جميلة. ركضت وياي السوق من سكة لسكة، من دكان لدكان، لما طقم يخده عسى عمرش طويل. علمتنا أن التوقف في مرحلة الصعود استراحة محارب. ما شاء الله اليوم كل أخبار حلوة. الحمد لله. جعلت من قلوبنا مدينة، بيوتها المحبة هي اختصار ليومياتنا الحلوة والمرة. القديرة حياة الفهد في ليلة استثنائية من ليالي الكويت. قطعت مسافة طويلة حتى وصلت إلى هنا إلى هذه الصالة. كوميديان من نوع خاص وفنان من نجوم الصف الأول في الخليج. وش ده الحكي هذا؟ هو أحد أعمدة الفن السعودي، يعرف قدراته وإمكانياته ويجيد انتقاء النصوص والتعبير عنها بأسلوبه، فقدم العديد من الأعمال الخالدة التي امتازت بمواضيعها الاجتماعية بقالب من الكوميديا المغلفة برسائل كثيرة. ما عندكم حل؟ وين مخرجكم؟ ها؟ الفنان السعودي القدير عبد الله السدحان الآن في ليالي الكويت. مشاهدينا، وباسمكم ارحب بالفنان السعودي الكبير والقدير عبد الله السدحان. مساك الله بالخير بتركي، وحياك الله منورنا بليالي الكويت. يا هلا ومرحبتين، بالعكس انا اللي سعيد بشوفتكم وبوصولي لدوله الكويت بلدي الثاني. وحقيقه بهذه المناسبه انا ابارك لدوله الكويت شعبا وحكومه
بإذن الله وصول سمو أمير البلاد غدا إن شاء الله يكون بوافر الصحة والعافية يا رب. آمين يا رب. حياك الله أبو توكي، نورنا بالكويت. إحنا بالبداية يعني تحتل مكانة كبيرة في نفوس الكويتيين وشعب الكويت والخليج أكيد بشكل عام، لكن بنعرف الكويت بالنسبة لك، مواقف اللي مع الكويت، مناطق الكويت عارفها، شنو ذكرياتك بالكويت أبو توكي؟ هو أنا ما نشأت في الكويت أو صار لي صولات وجولات بدولة الكويت، لأنه الزملاء والأصدقاء والحبايب هم يأخذوني ويودوني لكن في مواقع ظريفة وجميلة، وبعض الأسواق الشعبية تلفت النظر، وبعض المطاعم الشعبية تلفت النظر. الكويت قريبة إلى قلبي حقيقة. يعني أنا أولا هو من جانب واحد أنا أخذها أكثر، إنه الكويت تحترم الفن والفنانين وتقدر كل فنان مهما كان سنه وعمره وصولاته وجولاته، فلها مكانة في قلب كل فنان وأنا واحد منهم. يعني بتركي، إذا رجعنا للدراما الخليجية فبدايتها طبعا انطلاقة كويتية، نجومنا بالخليج وبالوطن العربي يعني أسماء كبيرة نفس عبد الحسين عبد الرضا، سعد الفري، أسماء قدرت أن هي تحفر بصمة كبيرة في الدراما الخليجية. الجيل اللي جاء بعدهم هو جيل حضرتك، وطبعا أساتذة كثر في الدول الخليج العربية. نبي نعرف إيش كثر تأثرت ككوميديان بداية، ثم كفنان ممثل بالنجوم الكبار هؤلاء. هو دائما أنت والاحتكاك هو أهم شيء، الاحتكاك في عمل واحد أو في محفل معين، هي الأخلاقيات وأسلوب الفنان هو الأهم من كل شيء وليس الأداء. لأني أنا من وجهة نظري كل فنان له خط وله مسيرته الخاصة في الأداء والعطاء، وإن استطاع أن يصل إلى مرحلة الإبداع. الأساتذة عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه فنان لا يمكن أن نساه، وصديق وعزيز، الأستاذ سعد الفرج وغيرهم من الأسماء، كلهم لهم مكانة وقيمة، وكنا نشوفهم وحنا شباب أو صغار بالأصح ونعجب في أدائهم وفي عطائهم. وعلما أني أنا زعلت لما قدموا درب الزلق، وبعدها كأنه أعتقد إذا ماني غلطان الأقدار، ونفس الشخوص الموجودة في درب الزلق جو في الأقدار، بس لخبطونا، أنا كنت صغير، إنه ما قبلت إنه رحمة الله عليه معليوي عبد العزيز النمش الله يرحمه إنها تصير زوجة اللي كان ولدها قبل، ما ضبطها كما صار مع دريد لحام في عمله وادي المسك إذا ماني غلطان، وادي ما نسيت، بعد ما انتقل من شخصية غوار وقدم عمل آخر اختلف. صحيح. أنا أتكلم كرؤيتي كمتلقي صغير وشباب مشاهد في ذلك الوقت، فأنا زعلت على حسين وعبد ورحمة الله عليه وأخوي سعد إنه طيب خلوكم نفس العائلة ونفس المسلسل ونفس النص، بس لا تغيرون، أنا ما ماني قابل إنه سعد الفرج يكون زوج معليو أو زوج اللي هي أمه قبل كم سنة. يمكن هذه الأسماء اللي ذكرناها أبو تركي ارتبط فيهم، هل كان في علاقة بينك وبين الأسماء الفنانين الكويتيين، المواقف اللي تذكرها حضرتك؟ المخضرمين منهم والشباب الموجودين الآن يعطيهم الصحة والعافية، علاقتنا جميلة وفي تواصل وجميلين يعني. لكن إنه أرجع إلى سؤال الأخت العزيزة، الممثل وأنا من زاويتي إنه يفترض إنه ما يميل لخط ممثل يعني أو يتلبس أداء ممثل. الفنان عادل إمام رائع وجميل، لكن لا يعني أني أنا أتلبس شخصيته. الممثل هو من يستطيع أن يجسد كل كاركتر يناط بأدائه، هو كل كاركتر بغض النظر عن العمر والسن والتركيبة نفسها. احتمال أنك تضحكني في, في, في عمل وتبكيني في عمل، هو التقمص الحقيقي. لكن في الآونة الأخيرة مدام نحن في الممثل، عشان ما نرجع في الجزء الآخر نتكلم عن الممثل، للأسف اللي قاعد يصير الآن هو العمل دائما هو وحدة واحدة، فريق عمل متكامل، فيجب أن نكون دائما متآلفين كممثلين.
يجب أن نحرص جميعا كفنانين كممثلين في هذا العمل، سواء كان مسلسل أو كانت سهرة تلفزيونية أو كان فيلم سينمائي، وبالأصح الفيلم السينمائي نستبعده لأنه له شروط وله له، إنه نحرص على العمل نفسه ولا نحرص ولا أحرص على نفسي أنا. الملاحظ في الآونة الأخيرة إنه إذا في ما يسمى الآن في الدراما وخاصة الكوميديا منها، إذا زميلي رمى إفيه أو هي نكتة جميلة تضحك، لابد أني أنا أسوي مثل هذا. مو صحيح، يفترض أني أنا أساند بإفيه، مو لازم أني أصير مثله. العملية ليست هي تسابق من هو الأفضل، مباراة بينهم بالضبط. لذلك لو نلاحظ الآن في الدراما وخاصة الجانب الخط الكوميدي فيها، يغلب عليها تقريبا كلمة ثقيلة ما ودي أقولها لكن أقدر أقولها، فيه تهريج وفيه شوية إسفاف. الجميع بيصير هداف، الجميع بيصير كوميديان. كرة القدم فيها الهداف وفيها لاعب المحور لاعب الوسط. هنا التشكيلة حتى على مستوى الدراما وخاصة الجانب الكوميدي وليس التراجيدي، حلو التشكيلة لما تكون متواجدة. لا. هنا بالإمكان أن تصل للإبداع. أنا أعطيك أنت تسدد، يا خلنا أخذها بأسلوب الكرة أسهل. هنا تظهر عبقرية الحلقة ككل وجمالية الحلقة أو جمالية السهرة أو جمالية المسلسل. جميل. لكن اللي أنا لاحظه الجميع الآن سواء في الأعمال الكويتية الأعمال السعودية أي كل الأعمال يعني الملاحظ إنه الجميع بيصير كوميديان. مش لازم، الجمهور يعشق ويحب الفنان الممثل اللي يؤدي الشخصية صح بحذافيرها. مو كلنا قرقعة هبل، ما يصير. هذا ينكت، هذا بيرمي إفيه، هذا اللي هو الإفيه اللي هو النكتة، هذا خروج عن النص، هذا خروج عن النص. التنافس هذا في ظل العمل الواحد، أنت تنافس حلو أنك بأدائك بعطائك، بس أني ما أشوفها زميلي لا طلع لازم أنا أطلع، ما هو صح. بس البعض يأخذها من باب المنافسة ويقول لك الحين أصبحت البطولة جماعية وليست فردية. يمكن حضرتك وجيلك من أول من فتح الباب للبطولات اللي تكون يعني زوجية أو حتى جماعية، ما يكون البطل الواحد أو النجم الأوحد في العمل. هو شوف ما في شيء اسمه بطولة جماعية الآن، إحنا في طور أنه تكون البطولة جماعية أو تكون البطولة مفردة أو تكون لثنائي مثلا. لا، هو اللي حددها النص المكتوب. نعم. حسب النص الموجود احتمال يكون النص أبطاله أربعة، احتمال يكون النص أبطاله اثنين، احتمال يكون البطل واحد والباقي مساندين. هو النص اللي حدد. أنا أتكلم عن لحظة التصوير ولحظة الشغل وعبقرية الممثل. أنت عندك دور محدد ومعروف ما هو الكاركتر أو الشخصية، أنت تلبس هذه الشخصية وأدها كما هي مكتوبة مع إضافات بسيطة، تكسب احترام المشاهد والمتلقي بصدق. نعم، احنا يمكن ذكرنا ابو تركي يعني الدراما وخاصه الدراما السعوديه شفنا فيها نقله نوعيه خلال الخمس سنوات اللي فاتت، راح نتكلم عنها بشكل مفصل. فريق الاعداد مجهز لنا تقرير عن الدراما، نشوفه معكم مشاهدينا ونرجع نسمع تعليق ضيفنا ابو تركي في ليله السرحان. الدراما السعودية شهدت نقلة نوعية فتحت الباب لظهور نخبة كبيرة من الفنانين السعوديين. عشق الشعر بضمة الحرف على النون وكلامه نثر موزون، النظر فوق سماها والنزل لتحت خفف برجله في وطاها. فأصبح التنافس الشريف فيما بينهم من خلال أعمال فنية سعودية بإنتاج محلي وفي أرض المملكة، وكل هذا النجاح يأتي وراءه قيادات سعودية واعية تواكب لحظة بلحظة التطورات في شتى المجالات. يا أخوان سب سب سب، الحين كل واحد منا ركب سيارته وشغلها. خير، وش تبي أنت الحين؟ جميل السؤال. الحين ركبنا سياراتنا، وين بنروح له؟ ونحن كأسرة برنامج ليالي الكويت نتمنى كل النجاح والتطور للأعمال الفنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
نتكلم عن الأجواء اللي قاعد تعيشها المملكة في الفترة الحالية، الاهتمام بالثقافة وبالفن، الانفتاح اللي قاعدين نشوفه، نجوم من كل الوطن العربي يزورون، نجوم من العالم، مشاهير العالم متواجدين حاليا في الرياض. هذه فترة مهمة جدا، فيها تألق أكثر من رائع لاسم المملكة من الناحية الفنية والثقافية. شلون تشوفها بمنظورك كواحد من جزء من الجسم الثقافي السعودي؟ هذه وصفها عندي أنا، نمت وقمت لقيت كل شيء مختلف بصدق، نقلة نوعية ولله الحمد، وهي بجهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأخوة المسؤولين عن هذه الفعاليات معالي المستشار تركي آل الشيخ. نقلة، أنا كنت في الاحتفالية، احتفالية صناع الترفيه، أنا أول مرة أمشي على السجادة حمراء واستقبال وتنظيم وحضور جميل، وفي مدينة الرياض، متعود في القاهرة، في دبي، في أي دولة أخرى خارج المملكة، في الرياض شيء مفرح. قد يكون هناك من مع ومن ضد، وهذا شيء طبيعي جدا في كل شيء يعني، لكن نقلة غريبة، ولكن هي نصيحة مني أنا للمتلقين وبالذات الحضور، إذا كان هناك أخطاء وهناك سلبيات فهي في الغالب من الحضور والفوضى اللي قاعدة تصير، وقد يكون النسبة الغالبة قد لا نقول السعوديين، السعودية أصبحت مثل القارة فيها الجميع، فيصير في أخطاء قد تنسب للترفيه، الترفيه ما له علاقة، الترفيه في أماكن محددة، صالات معينة، في فهي أخطاء فردية، تصرفات فردية، أخذت الحرية بمفهوم آخر وهو مفهوم خاطئ وغلط. إنك أنت لما تمنح شيء لا تتجاوز حدودك في الأخلاقيات والأدب، صحيح، وفي من هو تجاوز حدوده في الأخلاقيات والأدب فأساء للنقلة الجميلة الرائعة اللي أنا أعتبرها شيء جريء وحلم. نعم، هذه النقلة أبو تركي يعني تخلينا ندخل في تخصصك اللي هو الدراما شوي أكثر، كونك شايف هذا الانفتاح اللي قاعد يصير في المملكة العربية السعودية، وأبي قراءتك للدراما في الخمس سنوات اللي فاتت. إحنا قاعد نشوف يعني في أعمال سعودية قاعد تطلع، هل هي لعبة مخرجين منتجين؟ كونك يعني دخلت في كل عوامل نجاح الدراما، وين ترى أساس الدراما وشو ممكن نحولها صناعة للدراما السعودية؟ والله هذا لما أولا ودي أسأل سؤال، الحين كاس ذا الموية اللي حاطينه أي هذا حاطينه هذا مشوت يعني أنا مثلا ودي أشرب ماء، أقوم وأخذ ولا وشلون؟ لا ما تقوم، أنا لا 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 ما بي لا سؤال، أنا قاعد أفكر. هو كان المفروض حقك يعني مدير الاستوديو حطه هني. طيب جيد، لا أنا قاعد أناظر لو بغيت أقوم بالسماعة الميكروفون. لا شكرا، أمزح معك. الدراما ما هي بصناعة فرد. لما تتكلم، أنا أكلمك عبد الله السدحان مؤسس فن المحلي، أنا فرد ولست جروب ولست مجموعة، صحيح، ولست شركة قوية أعمال وبيع وشراء ودعايات وكذا، لا أنا على باب الله يعني. إحنا أنا حريص جدا أني أقدم دراما جميلة حقيقة، أنا حريص أني أقدم دراما نفتخر فيها كسعوديين كخليجيين كعرب، لكن إحنا في صناعة الدراما ينقصنا أشياء كثيرة، احنا عندنا حاجتين ثنتين وهم الاهم، خلك من عمليه النص او موضوع الاخراج او موضوع الممثلين، هذول كلهم متوفرين، بس امنحهم الوقت والزمن الكافي، بتعطيني الفرصه انا او كمنتج وممثل او مسؤولا عن ورشه النص، اعطني الزمن الكافي الوقت الكافي بحيث اني انا اراجع نصوصي واقرا واطالب بنصوص اخرى، سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق الواتس أو عن طريق أي شيء، أستدعي كتاب. ذيك اللحظة لما يكون عندي 40-50 مثلا فكرة أو نص
أغرب الواخذ الجميل الأفضل. هذا شهر كامل أحتاجه لهذا الموضوع أو أكثر بحيث أطلع بنص يليق بالمتلقي، يليق بكم، يليق بالقناة، تفتخر فينا وفيما قدمنا. الممثل موجود، إذا الوقت موجود بالإمكان أنك بدل ما أنت مستعجل في تصويرك تعطي التصوير وقت. نأتي إلى المونتاج وهو الإخراج الأساسي الحقيقي للعمل، المونتاج الإيديتنج. متى معك وقت قبل مثلا أنه العمل لرمضان، أعطني قبل رمضان بشهر أشتغل على المونتاج، مو أنا أدخل في رمضان أصور إلى 15-17 رمضان والآخرين منتجون ماني عارف وش سووا. كثير من الأعمال اللي أنا قدمتها في الآونة الأخيرة كنت أصور والمونتاج والمخرج ومن معه يسوون الإيديتنج أو المونتاج ويوصل إلى القناة، قناة السعودية، ويتم البث. لما أنا أشوف الحلقة حقيقة أنا أضايق. نعم، يعني مشكلة القنوات هي تسارع الفنانين والمنتجين الزمن، وإحنا أكيد أن القنوات خاصة الحكومية مربوطة بميزانية الدولة اللي هي مربوطة بتاريخ معين، ورمضان شهر مبارك يزحف كل سنة 11 يوم صار ماني فاهم يعني. طيب ليه إحنا ما نستفيد من الميزانية السابقة في أعمالنا في تكليف الأعمال القادمة وتأخذ من الميزانية الجديدة مثلا؟ لأنه إذا أردت أن تصنع إبداع أعطني الوقت وأعطني ميزانية، ميزانية صح مو ميزانية بسيطة. يعني العام الماضي لما قدمنا بدون فلتر بارت 2 لأن الوقت ضيق، ما أسعفنا الوقت أن إحنا ندرس نصوصنا بتمعن وبقدرة وبوعي وبمنطق وورشة نص، وهذا لا وهذا إيه، ما كان فيه الوقت. نبي نقدم العمل، نبي نشرف القناة اللي كلفتنا بهذا العمل. اثنين، اضطرينا أنه إحنا أو اضطريت الحقيقة أني أنا أكون وحدتي تصوير، مصور هنا، مدير تصوير وإضاءة وإدارة إنتاج وممثلين وإخراج، وهنا في نفس الوقت كأني أقدم مسلسلين في نفس الوقت وأنا أنتقل من هنا إلى هنا أتنقل كممثل يعني. هذا مكلف ماليا، مكلف ماليا حقيقة. فدخلنا في الميزانية بالسالب مما أثر على بعض مستحقات الممثلين، أخرنا بعض الممثلين اللي أمون عليهم فقط وبعض الجهات الأخرى لأني أمون عليهم أخرناهم إلى أن ربك يحلها. بس حضرتك يعني متوجه لنظرية أن ما في مشكلة في النص، يعني النص قاعد يلبي هموم المجتمع القضايا اللي لا أنا أتكلم مدام في وقت لدراسة النصوص والأفكار المطروحة والوقت أمامك أنك تقعد على النصوص مثل ما قدمنا في السابق. كنا نقدمنا وبركان طاش وغيره وكلنا عيال قرية، النصوص نقعد عليها شهر ونص نشتغل على النصوص مراجعات. ومن خلال ورشة نص كذلك. الآن الوقت ما يسمح لنا. ما بس كثرة الأعمال الفنية أبو تركي، هل دليل أن الدراما الخليجية بشكل عام هي بخير ولا لا؟ من الكثرة ليست معناها نحن بخير، بالعكس ما قدم من أعمال حتى أعمالنا اللي قدمناها، وأنا لا أقول أنا أفضلهم، لا اللي قدمناها كانت اجتهادات يفترض نحن نقدم أفضل، وخاصة إحنا داخلين على رؤية 2030 ويفترض ما نقدم. ولكن للأسف إنه أنا أرجع وأصر إنه الميزانية والوقت. أستاذ عبد الله، خلينا ننتقل شوية حق تويتر. كثير من التغريدات ترحب بحضرتك، والأخ محمد الجربة يقول أستاذ حان أحد ركائز ومؤسسين الدراما السعودية، نتمنى له كل التوفيق بأعماله. وعندنا سؤال يقول كان في مسلسل ناوي تقدمه اسمه السربيل، يقولون وش صار عليه، ليه متى الانتظار ومتى سيرى النور؟ هو السربيل عمل تراثي يحكي فترة السبعينات، جمعت فيه من الكويت القصة بحد ذاتها يعني مكتوبة بهذه الطريقة، ومن أبناء المملكة من الغربية ومن أنه قرية جميلة، ويمرون هذولي من خلال القرية اللي تتعطل سيارته في الظرف، وأحداث اللي من الكويت جاي وذا وصار اضطر أنه يسكن بهذه القرية فترة. هذا السربيل اللي 3 سنين وأنا كل يوم أقدمه ولم يوفق هذا العمل. هل يعني مسلسل العاصف يمكن أخذ لا الجو ولا مختلف؟ لا 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 لا, لا هذا ما له تأثير؟ لا لا، السربيل عمل كوميدي في عنصر المفاجأة يعني، وش السربيل، البحث عن السربيل مع الأحداث اللي هي مرينا مروا فيها أهلنا
الخليج في فترة السبعينات وحياتهم وأسلوبهم يعني قريب من أجواء درب الزلق. يعني الجانب الكوميدي ما لنا علاقة لا بالسياسة ولا بالجانب الديني أو أي شيء ثاني، لا عمل كوميدي خفيف ظريف من خلال شخوص هذه القرية وضيوفهم اللي يمرون عليهم إن شاء الله. شوفها قريب. عندنا بعد أبو حسين يقول عبد الله السدحان مدرسة بالعطاء والالتزام والإخلاص والعفوية، يتمنى يشاهدك في عمل كويتي، فهل ممكن تتحقق هذه الأمنية؟ هل السؤال يوجه لي؟ وهل عرض علي أنا عمل وقلت لا؟ شفت النص إن عرض طلعت. عليك عمل؟ لا ما عرض علي. ما رح تطلع. كيف؟ إذا عرض عليك ما رح تطلع أنت. شايف حالك أستاذ عبد الله؟ لا ما عندي اعتراض، أنا أقول لم يعرض. إذا أنا إذا وجدت النص المناسب وأني في المكان المناسب ما عندي اعتراض. الآن فيه الصديق والزميل منقذ عبد العزيز السريع، طبعا تحية كبيرة للأستاذ منقذ موجود معنا بالاستراحة منورنا الليلة، مصور هنا مسلسل جحا أعتقد في هذا العمل لما كان صغير عام 79. نعم فيه عمل مسرحي قاعدين ندرسه، عرضوا علي الأخوان. نعم. الأستاذ منقذ حيكون أعتقد في قاعة في مسرح الشيخ جابر إذا ماني غلطان، مركز الشيخ جابر. وأنا بالعكس يشرفني إذا النص ملائم والظروف تسمح، بالعكس أنا المسرح هو بداياتي الحقيقية. أي. هو بداياتها الشايب هذا. أنا بديت شلون ابتكرت هذه الشخصية، شلون اخترعت هذه الشخصية اللي ظلت ملازمة لعبد الله السدحان؟ حقيقة ما أعرف، هو كنا نقدم مسرحية من إخراج سمعان العاني، وكان معنا الله يغفر له ويرحمه الفنان الجميل محمد العلي. نعم. أستاذ كان له دور كبير وفضل على وجود عبد الله السدحان في التوجيه وبداياتي حقيقة الله يرحمه. أعطيني بالصدفة يعني وأنا أنه أعطوني دور شايب رجل كبير في السن وأنا صغير، حتى الأستاذ سمعان يعني مستغرب. عفوا هي البداية مو من تحت الكراسي من هذه الشخصية اللي قبلها أبو زنيفر. أي. في مسرحية اسمها ثلاث النكت اللي هو الشايب الراعي الشكاوي اللي هو نفس الشكل لأبو مساعد لكن يختلف في الأداء. أبو زنيفر دائما منتصب ودائما راعي شكاوي يعني يزعجك، يعني إذا يطلبك فلوس حتى تروحين تسلفين وتعطنيات عشان تفتك منه. هذا لا مساعد الحبيب الطيب البسيط الخفيف الظل لوين بس بدلة رياضية ويطب علينا هنا، مش ما حد يعيب على الموضوع مهما عمل أبو مساعد. ألاحظ أنه المتلقي ما يقول شايب وكبير وخليت، لا مقبول. لما قدمت أنا أبو زنيفر في بداياتي مسرحية ثلاث النكت مع نجوم المسرح السعودي، والله كان جميل ولله الحمد. جمعية الثقافة في أوج أعطاها في تلك الفترة قدموا تحت الكراسي مع الأستاذ محمد العلي ومجموعة من الزملاء، جابوني وأعطوني شخصية رجل كبير في السن. أنا ما حبيت أقدم أبو زنيفر، قلت تغير هذه مملة على كل حال ولو أني أنا اللي ألعبها يعني. أبو مساعد لطيف وقريت النص حسيت أنه لطيف وبخيل بس وسيع صدر يعني حليل. قعدت معهم في البروفات تقريبا 20 يوم، 25 يوم بروفات المسرحية بشخصيتي هذه. أمسك النص وأقرأ عادي، فكلهم تضايقوا مني، طيب وش تبي تقول أنت؟ ما عليكم مني تركوني يعني. أتوقع في البروف اللي قبل العرض مش الجنرال اللي قبلها بشوي بدأت تطلع معي الشخصية، شخصية أبو مساعد اللي هو قاعد يلمس كلم بديت أحس فيها. استرجعت أحد تعرفه؟ ها؟ حاولت أنك لا لا أبدا كلش لا ابتكارك صرف. أنا لا أقلد أحد، لا يمكن. لا يعني أحد مثلاً من الأهل، أحد من الفريق. أني عايش مع شياب الله يرحمهم رحمة الله عليهم، حياتهم أخذ من ده شوي من ده شوي أجمعه وأعطيك كاركتر وسويت كاركتر. إحنا بنذكر المشاهدين بتركيب هذه الشخصيات وهذه الكاركترات الجميلة الناجحة، خلنا نشوفها معاك ونعلق عليها إن شاء الله.
الفنان القدير عبد الله السدحان من الأسماء التي رسخت في ذاكرة الشارع الفني والجماهير، وخلال هذه المسيرة الطويلة والناجحة استطاع أن يقدم إلينا الكثير من الشخصيات والكاركترات التي ما زالت تحتل شعبية كبيرة، ومنها المركبة والكوميدية. بو تركي قدم لنا أبو زنيفر، هدبدب، بو مساعد، أبو حسين وغيرها الكثير، لكن شخصية الرجل الشايب وش الشايب؟ هي أكثر الشخصيات اللي تميز فيها. تصدق تصدق تو عندي التليفون، أحروس أدور عندها التليفون، بتصل ما أتصل عليك. صدق اني مستحي منك، ما أدري وين أودي وجهي، وين أودي وجهي. أول كان وجهي عالكبر، هالحين صار وجهي عالكبير، عالكبير صغير، وش أسوي؟ مستحي ودي للأرض، الأرض تنشك 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 وتبلعني. وسؤالنا حق بو تركي، شنو سبب إتقانك لشخصية الرجل الشايب؟ وشنو سر تميزك فيها؟ طبعاً بو تركي إتقانك لشخصية الشايب أو الشياب بشكل عام واضحة، لكن بو مساعد أكيد لها قصة ولها ذكريات وأتقنتها على مدى سنوات. أصدق القول، وحتى المشاهدين لازم يدرون، أنا كنت في مرحلة مراهقتي كنا ساكنين في شميسي في الرياض، في وسط الرياض. كانت دائما الزواجات تقام، كانت الرياض مدينة صغيرة وكل يعرف الثاني، يعني بالأصح كلنا عيال قرية وكل يعرف أخي. كانت الزواجات تقام يا في مدارس لمساحتها أو في قصور طينية قديمة في حي الفوطة بالذات. أنا أتذكر وأنا صغير كنت أروح للزواجات، يكون معي بالزملاء الحارة ونروح نحضر الزواج، منها نتعشى تري. وأحيانا يكون في الزواج في ذيك الزمن يكون فيه سينما، يعني في من ضمن الاحتفالية في العرس. نعم نعم، في أذكر في ملعب مدرسة معاوية بن سفيان بالقرب من نادي النصر سابقا. هذه المدرسة كانت تقام فيها زواجات أحيانا في تلك الفترة في السبعينات. من ضمن بعد العشاء نجتمع كل المدعوين في ملعب الرياضة ويجيبون سينما ونتفرج على أفلام من ضمن احتفالية الزواجات في تلك الفترة. على كل حال نرجع، كنت أنا مسوي لحية، والله ناسي كيف الدقن ذا أنا سويته فيه، وأنا يعني أتوقع أني في أواخر المتوسط، ما بعد وصلت أولى ثانوي أو أولى ثانوي. وكنت أحضر الزواجات وأسوي شخصية الشايب، بس ما بعد تمكنت من هذا الشايب. والله كنت أدخل مع المدعوين والكبار السن وقعد معهم. أي بس أني أي وقعد معهم وتعيش الدار معهم، عايش معهم أني شايب وهم مصدقين أني شايب. نعم في الفوطة ما أنساها، وساعد وشيل وادخل بالصحون لداخل قصر الافراح، لانه عشان النساء موجودين جوا، مو بحب اني اساعد، احتمال اني ودي اتفرج. يعني هل كنت تنتقد هذه الشخصيات بعد ما تعملها وتركي، تحس انك لا لو اديتها بهذا الشكل لو غيرت الشكل؟ لا ابو مساعد لا، لا شكل ابو مساعد استوى على نار هاديه. اي مستوي ليه؟ انا بعطيكم لماذا. المجال اللي احنا فيه المجال الفني حقيقه صعب، وخاصة الوقوف أمام الكاميرا وفي ظل وجود المخرج والطاقم والمصورين وغير الآخرين. صحيح. مربك لأي ممثل في بداياته، مهما حاول أنه ما عنده مشكلة، مهما حاول يبقى فيه رباك. أنا من خلال هذه الشخصية، أنا اختفيت من خلال هذه الشخصية، أنا من وراها تهرب من الواقع. أنا خلاص إذا لبست الشخصية لا مخرج يقدر يهاوشني أو أنه يقول أني أنا غلطان، ما في أحد، لأنه أدائي كويس فيها. فأنا تلبستها، وحتى أنه عبدالله السدحان لا يوجد الله، هي عبدالله السدحان ما يعرف إلا الشايب فقط قبل ما تظهر هذه الشخصية الأخرى. لكن أنا صرت يعني خلف أبو مساعد إلى أن تمكنت من أدواتي كاملة. كيف التعامل مع الكاميرا، التعامل مع الموجودين، التعامل مع الجميع، مع كل المعطيات الموجودة في المكان. لما أنا شفت بدأ تظهر الشخصية الأخرى، تمكنت من أدواتي. بس ما كان في صعوبة أنك تطلع مرة ثانية، ترجع عبدالله السدحان الفنان بعيد عن شخصيات الشياب هذيل كلهم؟
لا أنا عندك شخصيات هذه غير عبد الله السدحان. لما أنا أكون بشخصيتي هذه الطبيعية فأنا الأب العادي، يعني ما في زود، يعني شو بتقدم يعني. بس بوتوكي بالسابق كان عادي إنه يقدم فنان مثل هذه الأدوار الكبيرة، اليوم يعني صعب نشوف فنان شاب لسه بداياته ويقدم دور شايب. شو اللي اختلف؟ من الله أنا أدري، أنا عندي القدرة وقادر، لأنه العملية أخي الكريم ولا يهونون الأخوة المشاهدين والمشاهدات، هي يجب جميع أعضائك تتعامل مع الشخصية. يعني إذا جيت أنا كعبد الله الآن، ما لو أعطيتني شخصية أب عائلة بهذه الشخصية حكون عبد الله، يعني ما مكاني ما مش أسوي أغير صوتي أصير أخن علشان أني أنا أبدعت، لا أكون عبد الله يعني فلات، شخصية عادية. لكن لما تأتي إلى مثل ما قلت في بداية، هو أنه الشخصية لابد أنه حتى يديك، جسمك، لبسك، كيف الطريقة تتعامل براسك، سواء كنت حتى الهندي، شخصية الهندي أنا يعني صح كثير حابين لما أدي دور ما نقول هندي، المهم سائق آسيوي. الصعب التقمص هذه الشخصية الحين ممكن نشوفه مساعد على الهواء مثلا؟ لا صعب أني أعطيك إياه، بس اني اعلمك انه كيف يعني. الان عندك شخصيه هدب هذا الحبيب، أيه. هذا اللي يخاف من الشرطه، لو يشوف واحد على دباب لابس بدله يحسبه عسكري ما جبيت. هذا شخصيه لطيف تمثل ابن الحاره النجديه اللي ما يبي المشاكل ويحب دائما عنده مشاكل هو، أيه. اللي يخاف من المشاكل تيله، ايه ما هو مسكين يعني. حتى اخر حلقه قدمناها بدون فلتر، جايه مخالفه انه يكلم جوال في السياره وما يكلم جوال يحك اذنه. فهو له طريقته الخاصه، يعني هو لابس غترته تلقينه دائما يسوي كذا، يعني حركه يتميز بها هو، هدبدب مش انا، هو ابو مساعد لحركاته الثانيه، الانحناء الجسم وبروز الرقبه والجسم، يعني فيه لازم. لكن لما أنت تقدم لي، اعذروني والمخرج يكون معنا، لما تقدم شخصية رجل كبير في السن وتقوم هالقومة هذه، هذا مو صحيح، طبيعية. لابد أول ما يقوم هذا مرفقك، ثم الثاني، ثم جسمك يتسند. ثم يروح راسك للأمام، ثم على أساس تحس هنا أديت الشخصية صح. لكن أنا لاحظ دائما لما أحد يكون معي يؤدي دور كبير في السن، أو لما أشوفه أجي أقول لحظة، ترى مو بيقوم الرجل كبير في السن، ما يقوم، يا يقوم متسند على شيء. لابد إنك تعيش لحظة، تعيش من أنت، فما هو إنك تنسى من أنت، تنسى الشخصية اللي صح أنت فيها. صح. هنا إبداع الممثل في الأداء، كل طاقتك الجسدية والصوتية والحالة النفسية تتلبسك أستاذ عبد الله بشكل، يعني حتى طقتك بالخيزرانة، يعني لما نشوفك تكون الشايب اللي يطق بالخيزرانة، يعني ترى تتقنها صدق، كنا واحد يعني فعلا، لأنك تدخل في هنا نقول ممثل. أنا مو أمدح نفسي بس أنا ودي، لأني أنا حريص على الشباب، يعني في آخر أعمالي الأخيرة قدمت الشباب، أنا أبي ممثلين، أبي شباب، إحنا قاعدين العمر جديدة. يتقدم تبي وجوه جديدة وتتبنى مواهب. فأنت لما توجه لا يعني أنك تمدح نفسك، إحنا نوجه لأنه نبي مواهب، نبي شباب مبدعين يقدمون عمل وليس إسفاف. إنزين إيش رأيك نتكلم شوية عن الجيل الجديد؟ يعني أنتوا بالسعودية تعتبرون جيل الرواد، اللي يعني من خلالكم ممكن تظهر أسماء جديدة سواء كمؤلفين، كمخرجين وكممثلين. وحضرتك الحين بما أنك منتج، شلون ممكن تساعد بخروج يعني هذه الوجوه الجديدة، اقتناص هذه المواهب الجديدة؟ إحنا نعطيهم الفرص ونعطيهم الفرصة، لكن المشكلة أن الجميع كلهم بيصيرون كوميديانات. نعم. كلهم بيصيرون يعني يهمهم هذا الجانب عشان يكسب المشاهد. لا يا أخي، إحنا نتكلم في لقاءنا هذا، أنا لي تقريبا كم سنة يعني 40 سنة. من الصعب أنك في أول سنتين أو 3 سنوات بتصير نجم. إن صرت نجم من أول سنتين معناه أنت فقاعة، هتنفجر بكرة ولا بعده، معناته العمر قصير. لكن مثل ما يقولون أكل العنب حبة حبة، فيجب أنك أنت تهتم بالشخصيات اللي تقدمها. أنا شفت معي مجموعة
يعني إذا كانوا 40 أنتقي منهم 5 أقول هذولي إن شاء الله أو 6 للمستقبل. أنا اللي يضايقني النكت الممجوجة حتى من بعض الزملاء اللي في أعمارنا. يا جماعة خلوكم قدوة للفنانين القادمين، يعني ما هو بكل شيء نكتة 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 كوميدي كوميدي كوميدي. معناته الكوميديا اختلفت في السابق، اختلفت نعم، صارت كوميديا ما يدور في المجلس أو في الديوانية ينقل إلى الدراما، مو صحيح. إذا نكتك وأسلوبك ودباتك اللي من سيد ال شو تسمونه أنتم؟ قطات. القطات احنا نسميها الدبات. سيد المرحوم الله يرحمه ويغفر له عبد الحسين عبد الرضا شاطر وجيد لما يكون معه مساند سنيد. شاطر فيها، مو معنى كلنا لازم نصير مثل عبد الحسين، هذه ملكة يملكها هو. أنا لاحظت أنه أشوفهم أنا وأعرفهم وزملاء اللي يقول في المجلس أو في الديوانية يرجع يقول في التلفزيون، لا يا حبيبي هذا خله في المجلس، أنت عندك نص اطلع عليه وأدي لي هذا النص. نأتي إلى شيء آخر، الممثل بالإمكان أن تذكره، الإخراج إذا حابين أتكلم عنه. نعم، أنا حابة أتعرف على المواهب اللي طلعها عبد الله السدحان، يعني حتى في فتيات شاركوا نعم بالإخراج نعم، وفتحت الباب بالنسبة نعم للسيدات نعم، وهذا شيء رائع. مجموعة أسماء ومجموعة أسماء معي كثير والله ما يحضرني أنا لو ذلك سجلت أسميهم. والكتاب كذلك عندي مجموعة كتاب، يعني أنا قاعد أفتح، أنا أشتغل وأجهز، إن صار صار العمل ولا ما صار. عندي ورشة نص ولا زال الباب مفتوح لكل كاتب قصة وسيناريو وحوار الله يحييه. ممكن يشارك؟ ها؟ ممكن أن يشارك؟ نعم، إذا هو عنده القدرة على كتابة السيناريو وحوار والقصة كاملة أهلا وسهلا. في بعضهم يقول لك لا، وش يجي من بعض الأوراق أو الإيميلات يكتب فكرة من سطرين. انه تعنيف الزوجه او تعنيف الاطفال، ما معروف هذا موجود على مستوى السوشيال ميديا وموجود، ما هذا مو الفنان يرتجل، يمكن انا ابي نص متكامل او قصه متكامله. نعم، حضرتك تشوف ان يعني الفنانين الشباب للحين تستبشر خير فيهم، لان هل الفنانين اليوم يستحق لقب انه يكون فنان ولا لمجرد الشهره والاضواء من خلال يعني انتقائك لهؤلاء الشباب؟ لا، في مجموعه جيده، في مجموعه بالامكان نعم. انا شفت وتعاملت معهم. كان لك وجهة نظر تناقشنا فيها قبل الهوى بالنسبة للإخراج الدرامي، أنت شايف أن يعني المخرجين هاليومين صاروا يهتمون أكثر بالصورة والصورة الجمالية والشكل نعم العام من غير ما يكونون دارسين للسيناريو وللحوار والأداء الممثل في اللقطات المعينة والحتمية؟ صحيح. أنا أتكلم من تجربة في أعمالنا السابقة والأعمال الحالية، في شباب مخرجين وطموحين وحابين أنهم يكونوا مخرجين ويكون لهم اسم، وأنا فتحت المجال وهيئة الإذاعة والتلفزيون وقناة السعودية ترحب بهذا الشيء، وبالعكس هي اللي قالت لي استعن وحاول، أعطينا هذه الفرصة للشباب في سواء في بدون فلتر الأول أو الثاني، سواء كتاب أو سواء مخرجين وممثلين. خلوني أتكلم عن الإخراج بحكم خبرتي ومشاهدتي واطلاعي ومروري على أكثر من مخرج، بدءا من الأستاذ محمد عزيزية، مرورا بنجدة أنزور، مرورا بمن ومن ومن، مرورا بأسماء كثيرة في الإخراج، ومنذر النفوري الله يرحمه وغير وغير وغير، عبد الخالق الغانم، عامر الحمود، مجموعة أسماء ما يحضرني الجميع أني أقولهم، ولا هو بمعناها أني أنا أقلل من مكان، لا والله بس كبرنا مع عدد يلا نسجل شباب متأكد اللي قاعد يصير الآن. الدراما تعتمد على ثلاثة، خلينا من الميزانية والوقت، هذه أمور إدارية ومالية وموضوع آخر، خلنا نقول هذه متوفرة وهذه متوفرة. إذا أردت أن تقدم عمل ثلاثة عناصر للمخرج، يجب أن يهتم بالنص والممثل، وأنا لما أقول الممثل هو الممثل والممثلة والصورة. اللي قاعد يصير، أنا قلت النص والممثل والصورة، اللي قاعد يصير الآن واللي أنا لاحظته من خلال ما قدمنا من أعمال وما قدم من أعمال،
إنه الغالبية المخرجين يحرص على الصورة. نعم. صورة إنه الله المنظر. يعني ما عنده مانع إذا أنت في مكان فضاء وفي جبل أخضر على اليمين وجبل أخضر على اليسار وفي شلال هناك على بعد 500 متر إنه يحط ممثلين هناك وياخذهم وينزل الصوت بلاي باك كأنه طيب وين وجيههم؟ رياكشن حق وجه وينه؟ صحيح. فالغالبية الآن يهتمون بالصورة. طيب النص، الموضوع، الممثل، ليه جاب لي هالممثل؟ نعم. علشان يؤدي، علشان يعطيك التعابير، تاخذ زاويته، تاخذ صورته. ما هي بالقضية انك تعطيني الصورة والألوان الجميلة والزاهية والمكان والأرض الريكتر وينه علشان يجمل لك المكان عشان تطلع صورتك. طيب انت النص، جمالية الصورة تعطي فخامة للعمل. ما هي العمود، عمود أساسي جمالية الصورة لما يكون المخرج ملم بالنص وفعل ممثلينه الموجودين. قطع درس نص في الليل، أمين على أداء الممثل، يعني لازم يركز على أداء الممثل. ما يعني أنتوا فريق واحد، فلا يمكن أن يبخس حق الممثل بأنه ما يظهر تعابير اللي هو أساسا يعني تعبان عليها، لأنه حرص على صورته، لأنه حرص، وهذا هو سبب لا يكون شيء على حساب شيء. بالضبط. وهذا شيء أنا مضايقني جدا، أنه أنت تركز على الصورة أكثر مما تركز على الموضوع وعلى أداء الممثل. نعم. أحيانا الممثل يؤدي تعابير احتمال تمنح جائزة عليها، بس انت اخذ الصورة بروفيل من هنا من الجنب. طب وين هنا؟ ليه؟ نعم. لأنه عاجبك اللوحة اللي على الجدار اللي هنا يا سعادة المخرج، مو صحيح أكيد. نعم. يعني ما نغفل أي عنصر من العناصر اللي تفضل فيها حضرتك. احنا عندنا نعم. بالتويتر ما شاء الله مولع معانا، عندنا هذا تويت من الأنصاري، فعلا سدحان شجعنا كشباب وقدمتنا للساحة الفنية وكانت انطلاقتنا لكل الشكر. عندنا الأخت آمال عبد الرحمن تقول لي أخت غادة أجمل شيء أنك لابسة لبس النصر وترست حان هلالي، انتبهي. تصدقين أختي آمال يعني ترى أول تعليق قال لي يا قال لي لابسة النصر. لأني برضه أحب النصر، يعني لا يمكن أنسى ماجد عبد الله ويوسف خميس وهالمجموعة الرائعة، يعني والنعم فيهم حتى لو كنت أشجع الهلال يبقى النصر جزء لا يتجزأ مني. يعني والكرة لا تنسون أنا لو ما كنت أقول لكم معاوية من مدرسة معاوية بن سفيان من جنب نادي النصر. صحيح. أكيد. إحنا راح نكمل بالتويتات هذه. عبد القادر يقول ما شاء الله أيقونة الفن السعودي، أيضا أحلى دور شايب لما يقول أبي قهوة. إيه المهدري هذا اللي فاصل، الأب الفاصل اللي يبي قهوة. تبي قهوة؟ الحين ما شربنا مويه، احنا شربنا هواء بعدين. احنا بنشربك ان شاء الله الماي اكيد، ونرحب فيك بليالي الكويت. بنتكلم عن جزئيه مهمه بالنسبه للفنان وهو ابو الفنون المسرح، وهذه اكيد تهم حضرتك، لكن خلينا نشوف معنا هذا التقرير ونرجع نتواصل معاكم في ليله السدحان. تميز الفنان عبد الله السدحان بصفات عديده، اهمها القياده واللباقه والفكاهه، إلى جانب عشقه الكبير للمسرح. يعتبر بوتركي أحد رواد الحركة الفنية المسرحية في المملكة العربية السعودية، فقدم خلال مسيرته العديد من المسرحيات الناجحة والهادفة، منها ثلاثي النكد وعويس التاسع عشر وولد الديرة وعودة حمود ومحميد، حيث لاقت هذه الأعمال إشادة كبيرة غير مألوفة لطرحها الراقي بقالب اجتماعي فكاهي. وسؤالنا حق بوتركي، هل اعتزل الفنان عبد الله السدحان المسرح أم هناك أعمال وأخبار حصرية يود التصريح بها؟ انتهى التقرير بسؤال هل فعلا عبد الله السدحان راح يعود للمسرح السعودي من جديد ولا خلاص راح تعتزله؟ بالعكس. يعني حضرتك صرحت قبل شوية بداية نقاش بينك وبين منقدة سريع أنه في عودة عندنا بالكويت. إيه تم. بالسعودية إن شاء الله. وإن شاء الله أنا عندي نصين مسرحيات، يعني مش أنا اللي كاتب، عندي كتاب، وأحدهم الأستاذ أحمد الدبيخي اللي كتب تحت الكراسي. نعم. والثاني نص جميل، نصوص مسرحية. لكن أحس إن المسرح إلى الآن ما في ذاك الاهتمام من الجهات المعنية.
يعني جزء من التحلية من ضمن أي مشروع ترفيهي أو أي احتفالية. المسرح ما أعطي حق بالاهتمام والحرص والدعم. لابد يعني بالإمكان أن إذا كانت القضية هي مالية بالإمكان الاستفادة من الرعاة من جهات وشركات ترعى مسرحية، لكن أن تقدم مسرح أبو خمسة أيام ولا ويكند ونوقف هذا مو مسرح. إحنا يعني بهذا العمر وبهذه المرحلة وهذه التجربة يجب أن يكون عندنا مسرح يستمر أقل شيء 20 يوم مع الراحات، 20 عرض إلى 25 إلى 30 عرض إذا كانت المسرحية ناجحة وفي إيراد وفي شباك تذاكر على ضوء أنت توقف ولا تستمر. أعتقد الوضع مهيأ الحين عندكم مهيأ الحين لهذه الأعمال، بس يبيلها المنتج الجريء والنص القوي. النصوص موجودة، يبيلها البقاعة والمكان والمنتج الجريء. والمنتج الجريء يبيله فلوس. أنا منتج بس ما أقدر أنتج مسرحية، بس منتج جريء. أنا منتج بس ما أقدر أنتج مسرحية، تحتاج مال. إذا قلت لك أنا طلعت بعمل الأخير بالسالب، أعتذر من بعض الزملاء. زين صدق يعني بعد السالب هذا يعني قالوا لنا أنه خلاص السدحان ناوي يتوقف عن الإنتاج وفقط يركز بالتمثيل. لا ما هو سؤالي مثل اليوم أنا واصل مطار الرياض أنه ما أعلنه خبر وفاة عمود من أعمدة في تويتر إشاعة. بسم الله. لو أنا لا لا بسم الله عليك ما سمعت هذه هذه يمكن الأقاويل يعني تنتشر بين الدراما المسرح والدراما التلفزيونية والسينمائية اللي لا ما هو بلازم نتكلم عنها لأنه كل ما قدم منها هي اجتهادات بسيطة، أعمال قصيرة وما قصيرة. إذا ما هناك عمل من قبل شركات ممولة ضخمة تقدم عمل حقيقي سينمائي نفتخر فيه هنا سينما ويعرض في صالة السينما، أما اللي قدم أعمال يشكرون عليها اجتهادات بسيطة. خلونا في اللي نقدر عليه اللي هو الدراما التلفزيونية والمسرح. المسرح يبيله كانت جمعية الثقافة والفنون في ذلك الوقت هي القائمة بالمسرح، ولكن ومع ذلك في ذلك الوقت إن كثرنا في عروضنا فهي لا تتجاوز 10 أيام. وهذا الشيء اللي يتنافى اللي أنا ما أحبه، لأنه إذا بقدم مسرحية أول يوم عرض مع المشاهد هو لحظة التواصل مع المشاهد أو الحضور الموجودين والتفاعل. بكرة هيكون أدائي أفضل أنا والفريق اللي معي اللي بعده كذلك. مش معقولة لما نوصل إلى هذه النشوة الكبيرة والجمال في العطاء والأداء يقولون وقفوا هو وقف. إيه ما يصير. بس ما فكرت بتركي بعمل مسرحي مشترك بين الكويت والسعودية؟ أنا قلت لك الآن معروض علي عمل مسرحي في دولة الكويت بإذن الله صار. بإذن الله إنه ما يكون أمامنا عوائق إني أقول لا، إني إن شاء الله أشارك فيه. إن شاء الله هذا وعد حق المشاهدين إن شاء الله, إن شاء الله. لازم في أمور تدرس أنا هناك والعمل هنا، لكن لا يمنع. بالعكس أنا فخور أني أقدم، وأعتقد أنه في صالة الشيخ جابر مركز الشيخ جابر رحمه الله هي الأوبرا أو شيء من هذا القبيل، شيء مفخرة يعني حقيقة، شيء يسعدني هذا إن شاء الله. وإحنا سعيدين جدا بوجود مسرحيات. أنا حريص جدا أنه يكون عندنا مسرح حقيقي. التذاكر هي تصرف على المسرحية، الرعاة يصرفون على المسرحية، تقدم مسرح اجتماعي كوميدي يكون له هدف ورسالة واضحة تسلي الجماهير الموجودة، وبالذات في ظل الانفتاح الموجود في ظل الفعاليات الموجودة. لا يعني أن المسرح لابد أن يكون مرتبط بموسم الرياض الجميل الناجح أو موسم جدة أو موسم الشرقية، لا يعني. المسرح مسرح، ولو بلازم أن يكون المسرح وقت عيد الفطر مثلا، والله عيد الفطر جاء خلينا نقدم مسرحية مو صحيح، أو في عيد الأضحى أو في يجب أن يكون المسرح مدروس بروفات وتقدم مسرحية متكاملة اجتماعية كوميدية تشد المشاهد كما كنا نقدم في السابق. أبو تركي راح نشوف هذا التقرير في مجموعة من الأعمال اللي تميزت فيها، خصوصا أن ما شاء الله يعني رصيدك من المسلسلات والأعمال كثيرة جدا ومحفورة بالتاريخ. نطلع هذا الفاصل نرجع للتقرير ومن ثم حوارنا. تقول رصيدك البنكي شو رصيدك؟ رصيدك البنكي عرفنا أنه بالسالم. نطلع فاصل.
في منتصف الحياة توجد أشياء جميلة. ركضت وياي السوق من سكة لسكة، من دكان لدكان، لما طقم يخده عسى عمرش طويل. علمتنا أن التوقف في مرحلة الصعود استراحة محارب. ما شاء الله اليوم كل أخبار حلوة الحمد لله. جعلت من قلوبنا مدينة، بيوت هالمحبة هي اختصار ليومياتنا الحلوة والمرة. القديرة حياة الفهد في ليلة استثنائية من ليالي الكويت. الفنان القدير عبد الله السدحان يمتلك رصيد كبير من الأعمال الفنية، فكانت البداية مع مسلسل عيون ترقب الزمن، من نوفينا، عودة عصويد، مستر كاش، وبدون فلتر، ويكفينا صاحب أكثر عدد من الأجزاء لمسلسل في العالم العربي، فقد قدم طاش ما طاش ب18 موسم وحاز على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون. هذا وصنف بوتركي الفنان عبد الله السدحان ضمن أفضل 43 شخصية في العالم العربي من قبل مجلة نيوز ويك. حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا مستمتعين في هذه الحلقة ليلة الفنان الكبير عبد الله السدحان. مثل ما شفت معنا أبو تركي قبل شوي، يعني مجموعة من الأعمال الدرامية اللي حضرتك قدمتها، إحنا قبل أن نتكلم عنها عندنا صورة نبي نشوفها مع الجمهور في ليالي الكويت ونعلق عليها. هذه الصورة مع حضرة صاحب أجمل اللحظات. متى كان هذا تعطينا؟ والله يا عاد ما لقيت الا تسالين الا شنو تفاصيل ابو تركي هذه الصوره؟ اخاف من كثر ما مثلت دور الشايب صرت شايب. اي والله نعم، في السلك بدا يفصل والله ناسي لها فتره، بس انه حقيقه كنت سعيد جدا نعم اني اكون من ضمن 43 شخصيه مؤثره في العالم. في 2005 هذه الصوره، تكريمك في الكويت مجله نيوز ويك كانت. نيوز ويك نعم. يمكن قبل شوي هم تكلمنا أبو تركي على الأعمال الدرامية، شلون تحدد أن هذا العمل كان ناجح؟ هل في عمل في إخفاقات مثلا معينة مثل بدون فلتر؟ يعني سمعنا عن انتقادات وايد واجهت هذا العمل، حضرتك شلون تستشعر كردة فعل الجمهور لأعمالك الفنية بشكل عام؟ شوف، هو من المتلقي وبعدين من أنفسنا إحنا ومجموعة معينة نشوف ونعرف إن هذا كويس وهذا مو كويس، لكن في الوقت الحالي في العصر الحالي ففي ظل وجود السوشيال ميديا اللي لاحظت بعكس سنوات مضت، مثلا 8 سنوات أو ما نقول بعيد 20 سنة، لا نقول 7 سنوات 8 سنوات، اللي لاحظت إن الجميع نقاد ونصف هالجميع اللي هم نقاد أو أكثر ينتقدون، وليس نقد بناء أنك تستفيد منه. يعني في من يتابع للبحث عن الأخطاء والعثرات، يعني حتى على مستوى الأعمال الأجنبية اللي لها قيمتها ومكانتها في أخطاء ولو كانت سينمائية ولا قيمتها، وأنا سبق نوهت عن بعض الأخطاء. إحنا عندنا أغلاط وعندنا أخطاء، لكن الآن أصبحت سعة المشاهدة عالية جدا وكل أصبح ناقد. البيت عندي كلهم ينتقدون، نقاد، أهلي نقاد، أصدقائي نقاد، تويتر كلهم نقاد، أنا إنستغرام نقاد، الجميع نقاد. نعم. ما عاد فيه صفة الناقد علشان أنك أنت تستفيد. وتحول النقد من نقد بنا إلى نقد التصغير والتقزيم والإساءة. نعم. جارح. نعم. وهذا حقيقة، يعني مهما كنا نبذل جهد وتع...
نتعب ونشتغل ونقدم أعمال ونحاول أن نرتقي بالدراما السعودية والخليجية بحد سواه، لأنك تتعرض إلى يعني تقارننا بأي دولة أخرى عربية، يعني مثلا في احتفالية بفنانينهم حتى لو كان درجة ثالثة، ولا المهم أنه فنان مهما كان، يعني في احتفالية وترهيب وتقدير. إحنا هنا لا، للأسف يعني، ولا نبقى لزعلان من هذا لأن هذه سنة الحياة يعني. لكن اللي أنا ماني معه هو التقزيم والتصغير من أي أحد، مو جيد يعني. حضرتك الحين يعني قاعد تنتقد السوشيال ميديا أو قاعد تتكلم وأنت حضرتك هذا فعال يعني جميع يعني. مثلا إحنا لما نجي نقدم عمل ما حد عارف ظروفنا اللي نمر فيها والمشاكل اللي نمر فيها، الوقت وكذا وكذا وكذا، ونحن نحاول أن نبدع لكن لم نوفق. الآخرين في أعمالهم أخرى يحاولون أن يبدعوا لكن لم يوفقون، يعني ما في عمل إبداعي إلى الآن، مهما قالوا هذا كويس وهذا أحسن ما في إلى الآن. أنا حقيقة أرى الأعمال الإبداعية توقفت من ضمنها أعمالنا إحنا، أول أعمال اللي أنا أقدمها. إحنا بحاجة إلى عمل إبداعي لكن إلى الآن ما إحنا قادرين. لكن أتمنى أني أنا أدخل للتحدي وأمنح فرصة أني أقدم عمل إبداعي، بس أني برضو أرجع للشرطين الاثنين اللي هم الوقت والميزانية. وذيك اللحظة إذا لم بإذن الله نوفق، والاحتمال أقول بطلت الإنتاج يعني، لكن أعطني وقتي وأعطني حقي بالإبداع عشان أقدم. فإذا لم تحصل الوقت والميزانية الصحيحة ممكن تبتعد عن الإنتاج. ما عندي مشكلة أن يصير ممثل، أنا أساساً ماني رافض أن يصير ممثل، لكن أي وين النص الجيد اللي أنا اللي يرضي غروري كفنان؟ نعم. أني أنا أقدر برضو المنتج اللي اختارني أو المخرج اللي اختارني أو القناة اللي اختارتني أني أرضيها وأكون محل ثقتها أني أقدم عمل أو أقدم شخصية رائعة تخدم العمل هذا. يعني أبو تركي، مهما كان سنوات طويلة تشاركت مع النجم الكبير ناصر القصبي، ومهما كان حجم الخلافات اللي وصلت، واللي إحنا نبي صفحة وانطوت خلاص نقطة ونفتح سطر جديد وصفحة جديدة، الجمهور بتويتر الكل قاعد يتكلم عن عودة من جديد للعمل بينك وبين ناصر القصبي. إحنا عندنا هذا التقرير نبي نشوفه مع بعض ونرجع نتكلم عن هذه العلاقة اللي يعني إحنا ككويتيين نشبهها بسعد الفري وعبد الحسين عبد الرضا. نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. لو استعرضنا تاريخ الثنائيات الفنية على المستوى العربي، لا يوجد ثنائية فنية عربية استمرت قرابة 25 عام متواصلة مثل الثنائي الرائع بين الفنانين عبد الله السدحان وناصر القصبي. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا ربحي يا هلا يا هلا، ساعة المباركة ساعة المباركة. الله يسلمك. اقلط اقلط والله تقلط، لا والله تقلط، اقلط اقلط هاي ساعة المباركة. يا هلا يا هلا يا ربحي يا ربحي. فبعد طول غياب نجح المستشار تركي آل الشيخ في لم شمل هذا الثنائي من جديد. وينهم تارك؟ لا كويس جالسين جنب بعض بعد. لحظتها استبشر الوسط الفني الخير. كنها طولت. واحنا نقول حق بو تركي وحق بو راكان اشتقنا لكم، وهل ممكن نشوفكم مرة ثانية مجتمعين؟ ممكن نشوفكم مجتمعي؟ وهل أنا رافض؟ هذا تسأليني أنا؟ هذا يحتاج إلى شخص، أي أحد جريء. أنا ما عندي اعتراض، أما لما نتكلم عن الثنائيات لا يمكن أن تستمر الثنائيات إلى الأبد. ولما تكلمتي خلاف ما خلاف، هو الخلاف ما بينه وبين بركان خلاف، اللي بين خلاف ورقي، هو مشغول بجهة وأنا مشغول في جهة، هذا الخلاف الورقي أعطي إلى جهات مسؤولة أنهته وانتهى الموضوع. وأكبر دليل لقائي أنا وياه في صناعة الترفيه قبل يومين يعني. فما في، هم في عالم تصعد وعالم تكتب وعالم تقول، وفي ناس وراي
يتكلمون بلسان عبد الله، وانا ما قلت لهم يتكلمون بلسانه، وفي اخرين يتكلمون بلسان بركان، وما وبركان تلقينه ما قال لهم يتكلمون. بس حضرتك لك يعني اكاونتك الخاص بتويتر ولك تعليقاتك الخاصه. لي مشاركاتي الخاصه أنا يعني هم تعطي شوية لازم أنا شوي أقسي معاه شوية لاذع إلا أني أكبر منه بسنتين. شفنا الفيديو اللي انتشر أبو تركي من يومين ويعني حقق جدل كبير من في وسائل التواصل الاجتماعي. جيد شنو تفاصيل هذا الفيديو اللي عفوي مثل ما احنا شايفين؟ عفوي جدا. أولا أنا لست بمعجب بأحد، أنا فنان من ضمن هالمجموعة، فحبيت أني أخذ لقطة تجمع الجميع ومر عليهم مرور الكرام. من يعني لما تكون أنت معجب بأحد كمعجب وليس كفنان أو ممثل لك مكانة أو قيمة، بالإمكان أنك كلمة علشان يعني لا أنا مثلي مثلهم فنان، فأنا أخذت الصورة بتلقائية وبعفوية يعني على الجميع، لأن هذا تجمع ممتع يعني خصوصا لكم يعني من أبناء المهنة. أنا مو قلت رايح أوثق أنا وكل فنان أخذ معه كلمة أو لا، هذه حقي خاص أنا. بس لكن اللي هناك آخرين فسروها تفسيرات أخرى، يمكن الضجة اللي صارت وهذه التفسيرات كانت على الفنانة ريماس منصور. نعم. وحضرتك وضحت في التويتر بعدين. نعم. هذا الموضوع لأنها زميلة فنانة. نعم. ولا تستحق يعني أي زميل، يعني أنا ما أحب الإساءة لأي زميل أو فنان أو بذل قصارى جهده في العمل في أي عمل. نعم. أنه يسأله من خلال حسابي أنا. طيب طبعا روحوا لحسابها هي ولا أي حساب آخر، ما لقيتوا تهاوشون إلا عندي. ايه. طيب لازم يكون في منبر للهواش. بس أنه التركيز يعني، ولا أنا ما أحب التصغير والتركيز.